أعزائي المشاهدين، وكما سبق أن وعدناكم عند الإطلاق الرسمي للقناة الإلكترونية للوزارة، سوف نبدأ بالقطاع المينائي والبحري. هذا القطاع الذي يلعب دورا مهما في التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، كما أنه يلعب دورا كبيرا في انفتاح المملكة على محيطها الجهوي والدولي. في هذا الإطار ندعوكم إلى متابعة هذا الروبورتاج حول هذا القطاع الحيوي. بفضل موقعي الاستراتيجي كملتقى لأهم الطرق البحرية العالمية، وبفضل امتداد سواحله على طول 3500 كيلومتر، يتوفر المغرب على 38 ميناء، 13 منها مفتوح في وجه التجارة الخارجية، 10 مخصصة لموانئ الصيد البحري الجهوي، إضافة إلى 6 موانئ للترفيه. إيماناً منها بالدور المحوري للموانئ كمحفز لتنافسية الاقتصاد الوطني، قامت المملكة بوضع استراتيجية مينائية في أفق سنة 2030، استراتيجية ترمي إلى تعزيز وملائمة العرض الذي تقدمه الموانئ لمواكبة تطور الرواج المينائي، والذي من المتوقع أن يرتفع في أفق سنة 2030 إلى ما بين 290 و370 مليون طن في السنة. ومن أجل إبراز الإمكانيات التي تزخر بها كل جهة من جهات المملكة، ولضمان التوزيع المتوازن للبنيات التحتية المينائية بين مختلف الجهات، قامت هذه الاستراتيجية بخلق 6 أقطاب مينائية على طول سواحل المملكة: ميناء طنجة المتوسط 2، ميناء الناظور غرب المتوسط، ميناء القنيطرة الأطلسي، الميناء الجديد لأسفي، ميناء الدخل الأطلسي، وميناء الجرفة الأصفر، كلها موانئ تدخل في إطار المشاريع الضخمة المنبثقة من هذه الرؤية الاستراتيجية، والتي ستمكن من وضع المغرب في قائمة الدول المينائية الكبرى في القرن 21. ومن أجل تقريبكم أكثر من القطاع المينائي والبحري، ندعوكم لمتابعة مختلف الحوارات مع كبار المسؤولين بالوزارة، وشكرا على متابعتنا.